ما شاء الله عندي كوكلي معمر بالنوازيت، عندي بصيلات الحوت بلا فاخ في بيضة يعني بطريقة جديدة، هذه اللي كاينة دابا آخر ما كاين تقريبا، وبريوش بالنوكا. إذا بقى شي وقت نعطيك بورتابل ترجع، المهم شوف على حسب الوقت. واخا يا سمحتي، عافاك أنا عارفة هذا هو الصوت ديالك، ولكن غادي غادي نطلبوا منك مجهود كبر. وإن شاء الله نبداو على بركة الله. المهم نحتاج تقريبا واحد 5 ديال الكوكليات، المهم اللي بغى اكثر كيضاعف المقادير. المهم كيتغسلوا مزيان وكيتنشفوا وكيتوضعوا جانبا، كتاخدي مقله كتوضعي فيها جوج المعالق كبار ديال الزبده، 3 المعالق ديال العسل، كديري كاس ديال اللوز محمر بقشوره ومهرمش، كديري كاس ديال المشماش مقطع، كاس ديال التمر مقطع، كاس ديال النوازيت كيبقاو كقصعين. المهم هادشي كلشي على نار مهيله، كيبقى حتى كيتعلق بوسطه. المهم من بعد كنطفي عليه، كنخليه تيبرد ونعمر به الكوكلي ديالنا. هادي الحشوه مبينة الطريقة قبل ما نعمل. ايه واخا. المهم كناخد طنجرة كنشلط فيها تقريبا 3 البصلات يكونوا كبار، كنضيف لهم كاس الا ربع ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال السمن، شوية الملح، زعفران، سكنجبير، قرفة عواد، جوج دراس ديال الثوم، والعطرية ديال الدجاج راه كتبدا عند العطار. صافي كنضيف ربطة ديال الربيع، كنوضع المهم كنكون وضعت الكوكلي ديالنا، كنضيف تقريبا كاس حتى لكاس ونص تاع الماء، هذا هو الجهد اللي غادي يطيب لنا الكوكلي. الكوكلي. صافي من بعد كنخلي كنغلق على الطنجرة وكنخلي الكوكلي ديالنا حتى كيطيب على خاطرو. المهم حين فاش كيطيب كناخد الطاوة اللي كتدخل في الفران، كنوضع الكوكليات ديالنا، كناخد معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة سمن ومعلقة ديال العسل، كنخلطهم بحال شي بومادة، وكناخد الشيتة وكندهن به الكوكلي ديالنا، كندخلو الفران يتحمر. ايه باش يعطي داك اللون ذهبي. المرقة اللي عندنا كنخليها حتى كتعلق مزيان وكتوقف. المهم كناخدو واحد كناخدو اناناس معلب، كنوضعو في المقلة وكندير فيه تقريبا الزبدة وكندير العسل وكنخليه حتى كيتحمر الجوانب بجوج على نار مهيلة، حتى كيتحمر فهو كيتوضع جانبا. كناخدو بيض السمان كنسلقوه كنقيه وكنوضعو جانبا، كناخد القرقع كنقسمو على جوج وكنوضعو، كناخد اناء تاع التقديم. راه دابا كاين هذوك المهم كاين اشكال مختلفه، ماشي بالضروره يكون يبقى دائما داير الطبس، اما كيكون مربع مستطيل يعني كاين اشكال اللي كيساعدوا حتى هما في التزيين. كناخد الكوكلي ديالنا كنحطو هو الاول وحده من بعد تقريبا على الاخرى، وكناخد المرقه اللي عندنا كنوضع واحد شويه في الوسط ديال الكوكليه، وكناخد 3 حتى 4 تاع القرقعات كنصفهم فوق منهم. كناخد الاناناس اللي عندنا كنوضعو، كناخد البيض تاع السنان كنوضعو فوق منه، والمرقة اللي بقات عندنا كناخد دوك الزليفات صغار اوفال ولا مستطيل، وكنوضع فيهم ديك المريقة اللي عندنا، كنوضع وحدة هنايا وحدة في الجهة الأخرى، وكنقدم الطبق. المهم كنقدم كلشي بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. نتمنى توصل الفكرة ويكون. لا لا صحتي مزيان تبارك الله عليك، وطريقة سهلة وتبعناها معك.